السنة نصرة، ما تمسك أحد بالسنة إلا نصر في حياته أو بعد موته. ولذلك يا إخوة، إذا نظرنا في التاريخ نجد أن الذين يبقون في الأمة هم علماء السنة، وإن غلبهم في الظهور غيرهم في زمنهم. في زمن الإمام أحمد كان هناك أحمدان، أحمد السنة وأحمد البدعة، لم يوافق اسمه، أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد. كان الظهور في ذلك الوقت لأحمد بن أبي دؤاد، وكانت القوة معه، وابتلى الله عباده بما شاء. ثم مضى الزمن، اليوم الأمة كلها تعرف إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذاك الذي كانت له المكانة لا يعرف إلا في قبر التاريخ، في بطون الكتب، ولا تعرفه الأمة. ولذلك يا طالب العلم، لا يغرنك الكثرة مع من لم يعرف بسنة، ولا توحشنك القلة مع تمسكك بالسنة، فإن النصر لمن تمسك بالسنة، والكسر لمن خالف السنة. ولله حكمة، فقد تكون النصرة في حياة صاحب السنة وقد تكون بعد موته، ولكن اليقين أن من تمسك بالسنن واستنصر بها فهو منصور. ولذلك مهما زخرف أهل البدع لا يستطيعون الوقوف أمام حجة صاحب السنة، ولذلك لا يستطيعون مواجهة صاحب السنة، وإنما يقاتلونه من وراء جدر بالكذب والبهتان والزور والتلفيق. ولكن إذا كنت على سنة فاعلم أن الخير كله فيما أنت عليه، ومن استنصر بالسنة فهو المنصور بإذن الله عز وجل، فهو ناصر دينه سبحانه وتعالى.